السلام عليكم ماجد. عليكم السلام ورحمة الله. حاول تحكي لنا قصة، أنت اليوم كتبيع الخبز وقلتي بأنك منزوج، حاول تحكي لنا قصة كيفاش دوزتيها وأنت صغيرة حتى كبرتي دابا تولي عندك 75 عام. أنا في الشباب ديالي كنت غير ندور في الصالحين. كيفاش كدور في الصالحين؟ تنزور في الصالحين باش نتشافى باش نتشافى. علاش؟ شنو المشكل عندك؟ شنو مرض؟ عندي مرض السحر وركبني عليه الجن. باش عرفتي راسك بأنك عندك السحر؟ أنا عرفت راسي، جاو الخطوبة ما خطبوا ما رجعوش، وأنا جفلت طجيت وليت غادية في الخلا في الليل في النهار تمشي غير في الصالحين. شحال مرة جاك الخطاب وما كتبش الله؟ جاو شي خمسة. خمسة الخطاب؟ جوج عندهم العيالات وثلاثة عزارة، وتا واحد مداني في شهر واحد خطبوا كلهم، وتا واحد مداني، وانا داكشي وقع لي وطجيت من دارنا ومشيت ندور في الصالحين. تنتخشب بوعبيت الشرقي بالنهار نضل في الخلا، وفي الليل تنجي بوعبيت الشرقي تنخاف من با اللي يقتلني وانا غير مريضه ما عارفينيش واش مريضه. شحال كان عندك ديك الساعه من سنه؟ 11 عام. 11 عام؟ اه. كان بغي يزوجوك على 11 عام؟ ديك الوقت كانوا كيتزوجوا الدريات صغار. اه. وصافي بقيت غير في الصالحين، ما درت حتى شي مستقبل ديالي، ولا ما عنديش فكره، ما عنديش دماغ، ما عندي حتى حتى 2014 ولا 2016 ما عقلت. جيت هنا خدمت في واحد الدار، ربي شاف فيا وليت تنقرا قران، وربي رخفني وما تنتقبلش في الخدمه. وهذيك المره خدمت عند هذوك الناس حتى وفى الأجل بيني وبينهم، وجيت للجوطية تنبيع الميكا. من الميكا درت الربيع والنعناع، شوية درت الخبز، أنا باقا في الخبز. ما عنديش الأولاد، ما مجوجاش، ما عندي الصحة، والعظام كبار وكبرت. واش كديري يعني الحياه ديالك دابا وانت ما مزوجاش ما عندك لا ولاد لا والو، وكتبي لي الخبز كتشاطك في الخبز 4 دريال؟ ماشي مره تيجيو الناس، شي واحد تيخلي لي 100 دريال، واحد امور الخبز هو تيخلي لي 10 دراهم ولا 300 خير منه، تيزيدها لي على الحساب اللي غنشد. مره تنحط 400 دريال تاع الكرا و تنحطهاش ديما باش تنتغلب، ما تنحطهاش ديما. ها 11600 داري بيت. بيت والكسوة تنتكسب بعض المرات غير من البرقاصة، تنشوف بياسات اللي عجبوني تنجيبهم تنصبنهم ونلبسهم، والناس يجيبوا لي الشرويط، عندي الشرويط تيجيبوا لي العيالات اللي بغات تخوي الماريو ديالها تجيب لي، اللي عجبتني تنشدها ولي ما عجبتني تنحطها في البرقاصة. الحمد لله تنمشي من من هنا من الخدمه، لا لقيت فيا الجوع ولا شي حاجه، نشرب كوي ساعتين ولا ناكل شي في حاله عندي ولا ليمون ونعس. وصافي تنقرا قران باش تنفس شويه وتنرتاح، تنشرب الرقيه وراني مرتاحه شويه. مصدعني غير الكرا، الكرا اللي صدعني. وبعض المرات عظامي تيبغيو غير الراحة، تنبغي غير نتكع نعس، ما قادر نخرج ما والو. إذا كانت الشتا تاني ما تنقدش نخرج، و تيتغلب عليا الكرا وما تنحملش يجيو يدقوا عليا يقولوا لي ما خلصتيش، ما تنتحلهاش. كاين واحد خويا مرات يعطيني 4000، مرات يعطيني 2000، وريني طول الايام طول الايام. بحال دابا من العيد الكبير ديال عام الاول صيفط لي 8000، هاد الايام مشيت عندو عطاني 4000 ريال. خويا من با خوتي شقتي ضعافه، واحد كاري عبيت مكبر فيه ثلاثه ديال 4 ديال الاولاد، واحد راه كنشري واحد 60 متر في الويزيه،
ومشى تيبني فيها وتيريبوها عليه وتيبني وتيريبو عليه، في الاخر دور القصدير وبناها طلعها وراه ساكن. ما يعطينيش، ما عندوش ما يعطيني. ودابا شد لانتريت كنخدم مع الحلو في بيتي صافي. تيبكي فيا العم والمرض والبرد، وانت تشوف الحاله تيبكي فيا. ما طروتش تنضر الجلسه وما طروتش. دابا راه جيت مع 11 وما بيعت خبزه، الفرار كثروا مال الخبز كثروا، ما قدرت على شي خدمه اخرى. 75 مولات 75 راه شدت تسبيح وجالسه تتسبح. ما عنديش اولاد اللي غادي يجيبوا لي وقعك وميره. ارجع في الله وليدي. ولا قلت لي مريضه، شنو المرض اللي كتعاني منه دابا؟ دابا مريضه بالكوليسترول، وهاد العين عندي فيها جلاله، ماشي جلاله، المهم الضبابه. الضبابه كتشوف فيها والو؟ الا سديت هذه اللي صحيحه تيولي داك الشيء بحال الظل. وعندي سميتو عندي الروماتيز ركابيه تيضروني. ما هيش رسالتك للناس المحسنين اللي بغيت يتعاونوا معاك، شو تقول لهم؟ اها رسالتك للناس المحسنين اللي بغيت يتعاونوا معاك. تليفون تليفون لا انت وجهي رساله للناس المحسنين باش يتعاونوا معاك ان شاء الله. تنطلب من الله والمحسنين يساعدوني باش نشري ماي حيل واخا غير عشوائي نرتاح فيه، ومن عطاني راه يعطيه الله في الدنيا وفي الاخره. من وقف معايا يعاونه الله. تنترجى الله من رحمني رحمه الله. حافظ النمره التليفون ديالك؟ قول لنا النمره ديالك. 06 98 18 28 11. عاودي قوليها. 06 98 18 28 11. معيشة عطيني رسالتك للناس اللي كيأمنوا بالسادات كيمشيو للسادات. لا ما خاصهمش يمشيو للسادات. لا هذاك الشيء باش تراجعت انا وحفظني الله، واني حفظت شويه القران بالسمع. بديت نقرا القران تنسمع الكلمه ديال الله الطيبه، ما خاصنيش نتبع الصالح. الصالح هو ميت، رحم عليه. هي رحم عليه ولا داتك الوقت ليه ما تبوش الضريح، رحم عليه وصلي جوز ركعات وطلب الله يرحم الصالحين ويلحقك بالصالحين. فين ما صليت نقولي يا ربي منك خفت وعندك هربت، رحمني برحمتك ووصلني للصالحين مقربين عند الله. الله يجمعنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى المحسنين عند الله. الله يجعلنا من الصالحين من رحمة ترحم.